انت ايه المشكله؟ بتشتكي من ايه دلوقتي؟ بقول لك انا كان عندي كحه وخفت، بس انا دلوقتي ما حاسس ده كده على دماغي. مساء الخير يا جماعه، منورين. عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي انا فوجئت وانا قاعد دلوقتي بعد اللايف، زياد داخل من بره. انا زعلت جدا من اللي عنده، يا رب يعني ما يكونش عند حد. اشتكي من ايه زياد؟ والله عندي ضغط الدم مرتفع شوية. عندك ايه؟ عندي ارتفاع في ضغط الدم. ايه عرفك ان انت عندك ارتفاع؟ قست ضغط الدم؟ لا، واحد اللي قال لي. واحد اللي قال لك؟ هو اللي قال لك اساسا ده بيشتكي من امراض الدنيا والاخر. لا والله انت عارف انا هتعمل زيه؟ ما اعرفش، الله ما بيفهمش في الحاجات دي. انت عندك ايه زين؟ ايه اللي حاسس بيه الوقت؟ كل ما نحط ده على دماغي كده في عروق هنا في دماغي، كل ما نحط ده على استنى 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 استنى، حاسس ان في عروق مكلكعه كده؟ حاسس ان في عروق مبلبزه هنا كده في الجنب ده؟ ايوه، في جنب، في الجناب دي كده. لو حطيت ايدك توجعك، لو اتكيت كده بايدك الصوابع دي كده توجعك، يعني تعالى كده كده توجعك كده، بتوجعني صح؟ دي كورونا زياد بجد والله. انت مش تصدق؟ انتوا قاعدين معايا ليه؟ طب وايه المشكله لما يكون عندك كورونا؟ بيقول لك معدي. مين اللي قال لك ان الكورونا معديه؟ مش عارف بقى والله. واحد مش مع المصري، مش مع المصريين، هي معديه بره، انما مع المصريين مش معديه، لان احنا طبعا انت عارف المناعه اللي احنا واخدينها. بس واحد قايل لي لا معديه لاي حد. ما هو ما انا بقول لك بالنسبه له ده دكتور هيئه توزيع الامراض في مصر. قال لك ده تمام. يعني هو ما بيعرفش اي حاجه في اي حاجه، سالت مالتك رز بلبن مش عارف ايه. اذا كان ده بيعمل لك رز بلبن بالقرفه، هتاخد منه ايه تاني؟ لا والله والله العظيم هتاخد منه ايه تاني؟ بص يا زياد، ده بيبقى عباره عن صداع نصفي. تمام؟ صداع النصف ده هو ممكن يكون كورونا. دي ما بقاش عادي يعني؟ طب مناخيرك بترشق؟ صح؟ بتكح؟ احيانا. ما هي دي اعراض الكورونا. اهو. ايوه. ايوه ايه؟ بعدها هي دي اعراض الكورونا. طب ومالهاش علاج عندك؟ شوفك كده حبايبي، ينفع معاك سمتة في موك اردني؟ انا في موك يا كابتن، وانا عندي وانا عندي حشرات. امال ايه؟ لا انا عايز حاجه من الحاجات دي. حاجه ايه يعني؟ عندي تربك في الجمجم. تربك؟ تربك في الجمجم؟ بجد والله حاسس بيه؟ بجد انت بتهزر ولا والله العظيم بجد والله. خلي بالك انت شكلك بتهزر. اقسم بالله اول مره بتوجعني، كل ما بص اول مره اكتشف، يعني اول مره احس بالحاجه دي النهارده. حط ده كده جنب ده، لقيت في عروق زي طلع في دماغي هنا من هنا كده. عروق طلعت في دماغك؟ اه. طب ممكن كهربا في المخ؟ كهربا في المخ هتطلع على بره يعني؟ ايوه، ما هي السلوك بتبدا تبقى تطلع على بره ازاي يعني؟ اذا كان ده جوه الجش. بص يا زياد، افهم افهم افهم، لما بتحصل كهربا في المخ عند البني ادم السلوك تبدا تبان، بتطلع من المواسير بتاعتها. او النور دي نور كان قاطع، شفت لما قلت كهربا؟ عيب عيب. طب انت عينك بتزغلق؟ وعينك حرقاك دلوقتي؟ ايوه. عينك حرقاك دلوقتي؟ أيوه. يا جدع ايه؟ كهربا في المخ. كهربا في المخ؟ ايوه، كهربا زياده. دي تعمل لي ايه بقى دي؟ دي انت بتتكلم شركه الكهرباء بيخفضوها. لا ايوه، في كل دماغي يعني. انت مش صدقني انت بتهزر؟ لا بص يا زياد، يعني ايه كهربا زياده في المخ؟ الفولت بتاع البني ادم، الفولت بتاع البني ادم، فولت الجسم البني ادم، احنا مش بيبقى فينا، مش المخ ده بينتج كهربا زياده. انت تعرف كده ولا ما تعرفش؟ ولا انت بتهجر؟ انا ما اعرفهاش. لا ما تعرفهاش. المخ بتاعنا بينتج كهربا. تمام؟ بس مش كهربا من اللي هي في الحيطه ديت اللي بتحط فيها الخلاط والثلاجه والغساله، لا، بتبقى كهربا بسيطه خالص. هنقول لك ازاي. ما جيتش في مره لبست فانيلا او تيشيرت مثلا في الصيف من اللي هو النايلو؟ جيت في مره وانت مروح وعرقان بتقلعه يا عم، تك تك، ما حصلتش معاك؟ النايلو ده انا لابس تيشيرتات يعني، بس ما اعرفش هو انواع قماشه. وانت لابس حاجه مثلا مش قط وتيجي تقلعها ما تعملش تك تك صوت كده؟ حريق. حريق؟ حرير. حريق ايه؟ حريق. لا ما خدش بالي. عمرك ما حصلت ما طلع من جسمك فرز كهرباء؟ ايه كهربتي انا؟ الله ينور عليك، انت كهربت كم مره؟
لا يا ما انا لحد امبارح انا متكهرب. كل الكهرباء اللي انت بتتكهربها ديت يعني وانت بتحط سلك فيه لمس مش عارف ايه كل ده بيجمع في جسمك. الكميه دي بتوصل لمين؟ للرجل للمخ. المخ ايه؟ رجلك ايه بس؟ بتوصل للمخ تمام؟ انت معايا ولا مش معايا ولا انت مستهزئ بكلامي؟ والله معاه. انا بكلمك ثقه. تمام معاه. تمام؟ توصل للمخ، المخ ده بيجمع الكهرباء دي. رقم الغايب المحصل مين ده بقى؟ المحصل بتاع الكهرباء. المهم ده يعني عامل ازاي ده؟ عامل ازاي يعني ده؟ بص يا زياد في حاجة اسمها انترلوب. انترلوب؟ اي بتبقى هنا في الرقبة. في الرقبة من ورا جنب الحبل الشوك. هو ده اسمه العلمي محصل الكهرباء. اسمه ايه؟ محصل الكهرباء. ده بيجي كل شهر هنا بيحصل منها؟ الله ينور عليك، اخيرا فهمت. ده انت زل. طب وبيودي اللي هو حصله ده فين يعني؟ بيدير الشرك هنا فين بقى في الاتجاه ده. طب ازاي هو ورا وطالع خد من هنا يا ابني؟ مش كله باورده وشرايين. طب هو نازل بدل ما يرجع تاني ويجي طالع مع مدي اللي مش عارف ايه. طب هو راجع يجي مديلها. هو يا ابني بيقصر المشوار على نفسه. ده هو كان بيطول. بص يا زياد، الكهرباء الزياده دي بقى بتتجمع فين؟ في الدماغ. من هنا في المخ. المخ ده بيبقى فين يا زياد؟ هنا كده حته. تمام؟ تتجمع الكهرباء الزياده دي. يجي عليك وقت مثلا النور قطع، تبدا تطلع من ايه؟ من هنا. السلوك بقى اللي هي فيها الكهرباء دي كل ما تنضغط 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 السلوك تبدا ايه؟ تطلع من ايه؟ من المواسير. تمام؟ تظهر في ايه؟ هنا. انت مش بتقول انا احط دي هنا حاجه زي العروق؟ دي السلوك بتاعت الكهرباء. بتوجع لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان بتوجع. مش بتطلع من المكان ايه؟ مش بتطلع من المواسير. طب كده خلاص اخرها كده يعني هنا؟ لا ما هترجع. ترجع مكانها. هترجع مكانها. بعد ايه قد ايه؟ اول ما تشحن كارت. اول انت توهتنا زياد. كرت ايه يا كابتن؟ اشحن كرت ازاي يعني؟ يعني اشحن كرت ازاي؟ دماغي بقى كمبيوتر. ابراهيم بيضحك وحش. ضحكت ابراهيم عليك. انت يا كابتن اللي بتقول له كرت. انت كنت عايز تقول حاجه بس قلت كرت. انا نسيت يا زياد والله. تهت انت توهتني. بص يا زياد. انت تضحك عليا يا ابراهيم. بص يا زياد، اول ما تسدد اللي عليك في دماغك، يعني اول ما المخ ده يسدد اللي عليه، بيبقى كل شهر بقى، مش كل شهر بيبقى فيه كميه دم داخله فاهمني، وكميه دم خارجي. اول ما يسدد كميه الدم اللي عليه، الكهرباء دي ترجع مكانها تاني. يعني كده انا سليم. الله ينور عليك. كده انت مفيش حاجه. تمام. بس انا عندي صداع. ده حاسس بزي يعني حاجه جامده يعني. حاسس بصداع؟ بجد؟ اخدت اخر مره برشام امتى؟ اول امبارح. اطلع حبايه انتينال ابراهيم. اللي هو ايه؟ بنادول اصفر وحبايه معاها كونجستان. اول امبارح؟ بنادول وحبايه كونجستان. في برشام بقى الاجزخانه بتبيعه. قول للدكتور عايز الشريط اللي عليه ارقام. عارفه؟ ارقام. ايوه بيبقى في شريط عليه ارقام كده 1 2 3 4 كده. اسمه ايه يعني؟ مش فاكر اسمه والله. بتبقى حبايه صغننه بيضة كده. ده تجيب. راح نقول له انا عايز الشريط اللي حبيت. ايوه هي مفيش شرايط علاج خالص عليها ارقام غير ده. قول له الشريط المترقب. ماشي. تمام؟ يعني مفيش معاك حاجه هنا ليه برضه؟ مش عارف انا اللي عليه ارقام ده معيش منه. حط العبايه انت. ممكن تاخد سيتوتك. ايه سيتوتك ده؟ مش عارف. انا سمعت عنه والله بس انا مش عارف ده بتاع ايه. هاي بيوتك. هاي بيوتك. هاي بيوتك. هاي بيوتك ده برضو يمشي معاك. هاي بيوتك مالها من الصداع. بس هاي بيوتك مضاد حيوي. طب وده هيعمل لي انا ايه؟ حلو برضو. طب نقول لك على حاجه زي خد لك حبايه من دي هتظبط لك الدنيا. ده بنادول. لو ما نفعش معاك هتروح تجيب المترقم ده، بس ده بتاخد كل شهر. كل شهر؟ المترقم ده. ازاي؟ طب ما افرض الوجع راح في الشهر اللي انا بنام فيه ده.
وانت الوجع بيجي لك يوم كام في الشهر؟ ده بيجي في كل في اي وقت، مش لازم يكون في يوم كذا يعني. لا اكيد في وقت محدد في الشهر. انت بيجي لك وجع في وقت محدد؟ لا انا ما بيجيليش وقت، ما بيجيليش وجع اساسا خالص. لا والله انا بيجي وجع في اي حته. احنا بنسدد على طول يا ازياء. اي وقت انت بيجي لك وجع في اي وقت؟ اه اكيد ما وقت معين في الشهر. لا اكيد وقت معين في الشهر. بص يا زياد تاخد دية، بس هو مشكلته ان هو حكت على البريود شويه. بريو بتاع ايه يعني؟ ده حكت على البريود شويه عندي يعني. هو مشكلته في كده، البنادول مشكلته في كده. مش هيريحني ده هيريحك خالص. هو يفتح ايده افتح ده هيرجع لك السلوك مكانه، والبريود هتيجي في مواعيده وهتبقى تمام التمام. احلى مسا عليك يا شمال بقى. بلبع يا باشا، بنادول يا باشا، بنادول اصفر اهو مكتوب عليه. بص اهو، علاج فعال للازاله، مش الازاله بتاعت البيوت اللي يبنوا في الاراضي الزراعيه. لا مش الازاله بتاعت الاراضي الزراعيه، لا انسداد، مش انسداد ال سولان الانف، سولان سيلان سولان الانف. ايوه الصداع والام الجسم، الحمى، ده الحاجات اللي هو مضاد ليها ولا اللي بيجيبها؟ لا الحمى اللي هي اللي بيستحموا يعني وما بيغذي ما بيغسلوه ما بيغسلوش. اه الحمى اللي الحمى، لا الحمى 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 وما بيستحموه. الحمي الحمي الحمنه الحمله ايه بس. تمام يا زياء، عايز حاجه ثانيه تاخدها؟ لا انت كده فقت. ايه فقت شويه؟ ايه يا جدع عيب يا جدع. لسه ما بس لسه المفروض ما اشتغلش يعني. امال اللي ايه؟ ما هينفوق ان شاء الله. بص يا سيدي ادي حاجه، الحاجه الثانيه بقى طبعا هو هيظبط معاك الدنيا 100 100. حاجه ثانيه هتاخد لك سيجاره الليل كده وتقعد في البوفيه هتشربها هتفوقك 100 100 اهي مع نفسك بقى. ايه رايك؟ ايش انا عارف، بس انا عارف علاجك. ادي واحده الليل ماشي كابتن. تمام وتقعد مع نفسك في البوفيه. اظن انت اول مره تاخد في حياتك من سيجاره. ايوه صح؟ ايوه صدقني اللي عامل لك كده الكليوباترا زي لا ما بتشربش كليوباترا دلوقتي. ما بتشرب ايه؟ تارجت. ها؟ تارجت. مسخن من ستة يا سيدي وما انا مش عارف لوحة ايه. ماشي. تمام؟ تمام يا زياد؟ بص يا سيدي. ايه؟ أهم حاجة إن أنت تتوكل على الله. ماشي؟ وتصوم خميس وجمعة. وتفطر سبت وثلاث. وباقي من الأسبوع. ما هو دول تحاول بقى تعديهم شوية كده. نعديهم ايه يعني؟ بكرة طالع بكرة الصبح. ان شاء الله هتروح للدكتور بتاع الصيدليه تقول له عايز حبتين انتروفيك، هتاخدهم مره الصبح ومره بالليل. يا كابتن مسا عليك، احلى مسا عليك. يلا قوم يا زيزو، احلى مسا عليكم يا جماعه. زيزو باذن الله هيبقى تمام التمام والسلوك هترجع مكانها تاني، بس ركب المحصل يرجع الشركه. تحياتي لكم ومع السلامه.